مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم من هذا الموقع من ميدان المرموم للهجنة العربية الأصيلة في انطلاقة أشواط صباح هذا اليوم. هنا انطلاقة شوطنا التاسع تمت بعون من الله تعالى وتوفيق. الشوط التاسع الخاص بالثنايا لبكار، المحليات الأصايل هنا مع المتميزين في هذا الصباح المميز والجميل لمسافة 8 كيلومترات في هذا الانطلاق والتحدي المميز. الصدارة والمقدمة مياسة تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول، عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي المنطلقة على الصدارة وعلى المركز الأول. الدوحة في المركز الثاني نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، بينما المركز الثالث القادم مياسة خميس بن محمد بن خلفان بن قصيبة الظاهري، وعلى المركز الرابع تتواجد هنا في هذه اللحظات يضة أحمد بن حسن بن محمد بن سالم بالثيمة العامري المنطلقة في هذا التحدي والإثارة هنا على المركز الرابع وخامس المراكز. حفلة محمد بن خليفة بن نومة ليجتبي من يأتينا مع حفلة بهذا الانطلاق والتميز الجميل، بينما هنا الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء الجميل وتأتينا بهذه الانطلاقة والتحدي. هنا احترام حمد بن سالم بن سعيد بن حلوقة المنطلقة والمتحدية في هذا الأداء الجميل في أدائها والعرض الرائع الجميل. ها هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الأولى. هناك أيضا هنا تأتينا بهذه المسيرة والتحدي الظبي محمد بن بخيت بن مبارك المحرمي، ومن الجانب الآخر هناك الانطلاقة من نواب بن نوح بأحمد البلوشي معلوقا. هذه هي النتائج للمراكز الأولى المنطلقة في هذا التحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وانطلاقة مياسة المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة هنا في هذا الانطلاق الجميل والمباشر مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذا الأداء الجميل. هنا تأتينا مياسة لعبد الله بن محمد بن محروم المحرمي وثاني المراكز الدوحة. الدوحة نواب بن نوح بن أحمد البلوشي. شكرا يا كادرنا الفني من مصورين ومخرجين ومتابعين هذا النقل الجميل على أيضا المتابعة الدقيقة. مياسة تأتينا على المركز الثالث هنا لسيد محمد سيد خميس بن محمد بن خلفان بن قصيبة الظاهري، تأتينا على المركز الثالث. المركز الرابع والمنطلقة على المركز الرابع هنا تأتينا حفلة محمد بن خليفة بن نومة الاجتبي المنطلقة على المركز الرابع، بينما خامس المراكز يضة أحمد بن حسن بن محمد بالثيمة العامري المنطلقة هنا على خامس المراكز. وفي المركز السادس، المركز السادس تأتينا احترام للسيد محمد بن سالم بن سعيد بن حلوك حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، والوصول من الظبي محمد بن بخيت بن مبارك المحرمي، وهناك لوغن نواب بن نوح بن أحمد البلوشي المنطلقة على المركز هنا أيضا السابع. هذه هي النتائج للمراكز الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مياسة المنطلقة والمتحدية والمنفردة انفرادا كلي عن بقية المشاركين بهذا الشعار الجميل. شعار هنا بن محروم منطلقة ما شاء الله، انطلاقة رائعة في تحدي جميل وإثارة متميزة. مياسة عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي، شكرا يا مصورنا على هذه أعطائنا المسافة بين المركز الأول والمركز الثاني. ما شاء الله المركز الثاني، الدوحة في المركز الثاني، الدوحة لنواب بن نوح بن أحمد البلوشي متواجد أيضا هنا بهذه الانطلاقة، متواجد بالتحديات في الإثارة مع المتميزين هنا. الوصول مشاهدينا الكرام، وصلت احترام
احترام، تبقى مركز الاحترام ومركز الحشمة. احترام حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة القادمة هنا بهذا التحدي، الوصول يا سلام يا سلام. الظبي 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 وصلت على المركز الرابع، محمد بن بخيت بن مبارك المحرمي القادمة على المركز الرابع في هذا الانطلاق الجميل. والمركز الخامس، المركز الخامس من الجانب الآخر بن خصيبة أيضا يتواجد هنا بهذه اللحظات مع مياسة الأخرى. أحمد بن حسن هنا يأتينا خميس بن محمد بن خلفان الظاهري يتواجد هنا هنا بهذا اللحظات بهذا الانطلاق الجميل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هنا 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 أيضا مركز آخر ما شاء الله، هنا تأتينا يضة أحمد بن حسن بن محمد بالثيمة العامري المتواجدة بهذا الانطلاق، الوصول من حفلة محمد بن خليفة بن نومة لقتبي، وثامن مراكزنا لقن نواب بن نوح بن أحمد لبلوشي. هذه هي المراكز المتواجدة في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. والكرايق الكرايق ما شاء الله مع الانطلاق، الكرايق مع التحدي ومع الإثارة يا سلام. ولكن مياسة أروق وأروق، مياسة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا بهذا الانطلاق والتحدي. عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي المنطلقة المنطلقة في هذه التحديات والإثارة ما شاء الله تبارك الله على هذا التحدي الجميل الجميل. شكرا شكرا يا ابو عدنان على المتابعة، شكرا على المتابعة الدقيقة. احترام تاتينا على المركز الثاني، احترام احترام هنا حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة على ثاني المراكز. والمركز الثالث الظبي لمحمد بن بخيت بن مبارك لمحرم المنطلقة على ثالث المراكز والتحديات والإثارة. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات جميلة وأرى القادمون قادمون أيضا قادمون قادمون ما شاء الله. سلام يا سلام، هنا الدوحة نواب بن نوح بن أحمد لبلوشي، وهناك مياسة خميس بن محمد بن خلفان بن خصيبة الظاهري، وحفلة قادمة حفلة تبغي تحتفل محمد بن خليفة بن نومة لقتبي وبالثيمة مع يضة يضة، وبتعمل الهن يضة يضة بتعمل الهن أيضا هنا في المنافسة والتحدي. يضة أحمد بن حسن بن محمد بالثيمة العامري، وهناك لو قلنا نواب بن نوح بن أحمد لبلوشي. يا سلام، هذه نتائجنا هذه نتائجنا، وهنا ما شاء الله التحديات والإثورة والانطلاقات الجميلة، الانطلاقات والتحديات. يا سلام، الله 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 الله. هم تبقى لدينا أيضا زاوية الاتجاه، زاوية والمنحنى الأخير لهذا المضمار ما شاء الله، هو اتجاهنا اتجاه سليم هنا في هذه اللحظات. الاتجاه إلى وين؟ إلى خط النهاية، إلى الفوز، إلى الناموس. ها هي مياسة، هي المسيطرة من بداية الانطلاقة على رأس حربة هذا الشوط، تسيطر بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. مياسة عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي منطلقة ومتحدية على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا قادمة احترام، احترام قادمة بكل قوة. حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة تبغي السلام لأهالي رأس الخيمة هناك في هذا الانطلاق، وأهالي الوثبة قادمين، أهالي الوثبة مع الظبي، الظبي الظبي محمد بن بخيت بن مبارك المحرمي هنا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع يا سلام القادمين أهالي منازف، أهالي منازف مع مياسة خميس بن محمد بن خلفان بن خصيبة الظاهري على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس
هنا المنطلقة يضة أحمد بن حسن بن محمد بن سالم بالثيمة العامري، وهنا حفلة محمد بن خليفة بن نومة لجتبي، وهناك نواب بن نوح مقدم الدوحة، ولوغن أيضا قادمات في هذه المسيرة. ولكن هنا نبقى مع التحدي، نبقى مع الإثارة، نبقى مع مياسة منطلقة ومتحدية مع المتميزين هنا على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق الجميل والرائع. مياسة مياسة مياسة، عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي هي المسيطرة، هي المنطلقة، هي المتحدية هنا على رأس حربة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله على هذه الأداءات الجميلة والعروض الرائعة. بدأت تنفرد عن البقية، تبغى تسلم عهالي الفوعة هناك بهذا الانطلاق والتحدي. ما شاء الله وين الورود فواحة، يا سلام. ها هي مياسة، عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي، منطلقة منطلقة متحدية، ولكن احترام احترام احترام. حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة على الكادر السفلي أيضا قادمة، والظبي محمد بن بخيت بن مبارك المحرمي أيضا الأخرى قادمة، ثلاثية. هناك مياسة من خصيبة أيضا تتقدم، مياسة خميس بن محمد بن خلفان من خصيبة الظاهري. نبقى هنا يا أبو عدنان، نبقى مع هذه المراكز الأولى، مع المراكز الأربعة الأولى المتحدية والمنطلقة والإثارة. يا سلام الله، مياسة لا زالت مسيطرة، مياسة منطلقة، مياسة متحدية، مياسة مندفعة من بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. ما شاء الله على الصدارة، على المقدمة عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي هنا المنطلقة بهذا التحدي والإثارة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل. أرى الظبي، الظبي ومياسة، وهنا أيضا احترام. بدأ ينطلق من المنافسة، وصلت حفلة، وصلت حفلة أيضا بتنضم إلى الخماسية، بتنضم إلى الخماسية الماسية. السلوم الله، التحدي والإثارة، ولكن مياسة 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 مياسة، العصف البطان وأداءها جميل وتحدياتها أجمل. مياسة مياسة مياسة، تهانينا من هذه اللحظات إذا استمرت على هذا المنوال. الله، ولكن احترام احترام احترام، ومياسة مياسة تنطلق واحترام قادمة، ولكن مياسة. سلام سلام للفوعة، سلام سلام للفوعة، سلام وين الورود فواحة. سلام على هذا الأداء الجميل للسيد عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي، ولحظة وصولها إلى خط النهاية منفردة انفراد كلي بهذا الفوز والناموس. تهانينا. المركز الثاني احترام للسيد حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، أما المركز الثالث وكان من نصيب الظبي لمحمد بن بخيت بن مبارك، وهناك مياسة قميص بن محمد بن خلفان بن قصيبة الظاهري من أتتنا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس كان من نصيب حفلة محمد بن خليفة بن نومة الكتبي. والتوقيت الزمني يا مصورنا، عطنا التوقيت الزمني هنا يا أبو عدنان والمتابعة من أبو سالم. هناك أيضا هنا 3:27 جزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني لمياسة عبد الله بن محمد بحرون محرمي. احترام حمد بن سعيد، حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة ب 3:28 جزئين من الثانية توقيتها الزمني، بينما ثالث مراكزنا كانت الظبي محمد بن بخيت بن مبارك المحرمي 3:28 سبعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي صاحبهن على خط النهاية. هناك مياسة لأيضا خميس بن محمد بن خلفان بن قصيبة، وهنا أيضا كانت حفلة محمد بن خليفة بن نومة لجتبي. هذه هي المراكز الخمسة الأولى. نتابع مجريات شوط آخر الذي ينطلق هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان هنا أيضا المرموم للهجن العربي.